طيب انا برحب بحضراتكم وباكد قبل ما نبدا الفقره انها فقره مختلفه بجد، يعني هتعرفوا ليه لما نبداها باذن الله. بس احنا هنتكلم فيها عن لعبه القوه البدنيه والقوانين بتاعتها، ودي لعبه مصر متميزه فيها جدا للي حضراتكم ما يعرفش. كمان بنستعد لتنظيم بطوله العالم للقوه البدنيه ان شاء الله السنه القادمه، وهتكون تحديدا في شرم الشيخ. هنتكلم في كل التفاصيل دي عن اللعبه وغيره، بس مع ضيوفنا خلينا نرحب بيهم في البدايه. كابتن محمد سعيد مدرب القوه البدنيه في نادي الصيد، هو ايضا بطل سابق في اللعبه، صباح الهنا. وايضا كابتن اماني ربيع بطله مصريه في رياضه القوه البدنيه، وهي بطله مختلفه، وهنعرف بقى ليه هي مختلفه كل الكلام ده طبعا. وحضرتك لسه بتلعبي لحد دلوقتي، ومش بس بتلعب على مستوى الهواه، لا هي بتلعب على مستوى المحترفين، ولسه في حصد البطولات. وطبعا الميداليه دي بتاعتها، انا بحب البس ميداليات الضيوف دايما. صباح الهنا، منورنا بجد، وده تاني لقاء لينا طبعا. انا فاكره الكابتن طبعا، بس ببقى سعيده جدا، وتحديدا هبدا بقى مع كابتن اماني لو تسمح لنا. ببقى سعيده بحاجه، اولا انه يكون في شخص عنده الاصرار رغم كل الظروف. بقى تقولي بقى انا اتجوزت، تقولي انا خلفت، تقولي انا جده، تقولي انا كبرت، مفيش الكلام ده. طول ما في اصرار، طول ما في حد عايز حاجه، وبتبقى في الاخر متعه بالنسبه له. يعني انا قبل الهوا حضرتك بتقولي لي انك كل يوم بتروحي الجيم، كل يوم بتتمرني، وابتديتي الرياضه تحديدا فوق الخمسين. فلا ممكن يعني ممكن نفهم كده ونسمع البدايه كانت ازاي اصلا، وايه القصه دي؟ انا ابتديت وانا عندي سن 54، كنت في الجيم في نادي الصيد، والكابتن جه وعملوا فريق وداد، والبنات ابتدت تقول ان هي عايزه تتمرن مع الكابتن، قال لك نعمل فريق. عمل فريق، وطبعا خد اذن من الاتحاد باللواء محمود بركات، ووافقوا علينا، وابتدى بقى في كل المحافظات في كل النوادي بيلعبوا باور ليفتنج. اتمرنت بقى زي انت شايفه كده. بيقول لك دايما اتس نيفر تو ليت، يعني 50 بقى 60 70 مش فارقه، طالما في حاجه ممكن الواحد يعملها ويبقى مبسوط وينجح فيها، ليه لا؟ طب ممكن نعرف اكتر كابتن محمد، يعني القوه البدنيه وقصه ان ملهاش سن كمان دلوقتي. ممكن حد يسمعنا مثلا، الناس اللي هم فوق ال 50 يقول لك ايه ده، هو انا ممكن ابدا حاجه دلوقتي؟ هو فعلا ممكن حد يبدا حاجه دلوقتي؟ فعلا رياضتنا رياضه لكل الاعمار السنيه، لكل الفئات، في اي وقت ممكن نبتدي، الوقت ما تاخرش. عايز اقول رياضتنا رياضه انتي ايجنج، رياضه مضاده للشيخوخه، يعني احنا مجرد ما بنتمرن احنا بنحافظ على قدرتنا العضليه، بننمي قدراتنا البدنيه والنفسيه، وفي نفس الوقت ده بيعود علينا في الشكل العام. صحيح، يعني زي ما حضرتك شايفه مدام اماني، يعني ما شاء الله، يعني عظيم حضرتك يا 62 سنه ما شاء الله، واو، يعني وعامله انجاز كبير طبعا، الحمد لله بفضل الله. يعني كانت الفكره فكرتنا الحمد لله، قلنا عرضناها للاتحاد لسياده اللواء محمود بركات، ورحب بيها جدا. ودلوقتي الجانب النسائي يمكن فيه اهتمام كبير بيه في مصر في رياضه القوه البدنيه، بقى عندنا بطولات كتيره الحمد لله، بقى ليهم مقاعد بصفه دايمه في بطولات العالم، بنسافر بصفه دايمه، يعني في حرص دايم من الاتحاد المصري للقوه ان احنا نسافر بصفه دايمه على طول بطولات العالم. مدام اماني انا عايز اقول ان هي اول لاعبه مصريه تسافر في بطوله مستر اولمبيا، ده ايفنت كبير اللي هو الايفنت اللي بيشارك فيه بيج رامي، بس في قوه بدنيه كمان، في ايفنت بالجانب كمال الاجسام بنفس المستوى الكبيره، ده بيبقى انفيتيشنال، بيبقى يعني بيضم احسن لاعبين على مستوى العالم. هي اول لعيبه مصريه افريقيه عربيه تسافر البطوله ديت، والحمد لله حققت المركز الاول في 2019. معلش، هو الكومبيتيتورز بيبقوا اعمار متقاربه ولا اي منافس؟ اي منافس. اقول لحضرتك حاجه، احنا بالنسبه للديفيجن بتاعتنا طبعا في اعمار، في الاول بيبقى في تين ايج من 13 ل 15، بعد كده من 16 ل 17 تين ايج 2، بعد كده 18 ل 19 تين ايج 3، بعد كده الجونيور من تحت 23 سنه، من 19 ل 23، بعد كده الاوبن المرحله العمومي اقوى ناس تبقى من 23 لغايه 40، في ماستر 1 40 44 وهكذا. انا ماستر 5، ماستر 5 ماستر 5، بس مدام اماني يعني بتعمل حاجه اعجاز شويه، ان هي بتنزل تلعب مع السن الاصغر اللي هو الاوبن المرحله التنافسيه اللي هي الصعبه، اللي هو من كام لغايه 40؟ من 23 ل 40. طب ده كلام، فبتنافسهم وبتكسبهم مش على المستوى المصري بس، على المستوى العالمي. واو بجد، يعني لا الموضوع مش بسيط على فكره، انا مبهوره والله، دي مش مجامله بجد، يعني it is a success story، يعني الموضوع مش بسيط ان حد يكون. بس انا عايز اعرف عن حضرتك، يعني خلينا نعرف عن كابتن اماني اكتر، يعني كنت رياضيه من حضرتك صغيره في العيله، الموضوع ده جينز معينه، يعني ما هو لازم يبقى في باك جراوند. احنا طبعا الرياضه ده انا بالنسبه لي طبعا دي حاجه اساسيه، يعني ده من زمان بقى، من زمان دخلت سباحه تنس، يعني لعبت كل اللعبات تقريبا، يعني
وبعدين لعبت بقى في السن ده، لعبت الباور ليفتنج بس ما اخدتيش بطولات قبل لا خدت كده طبعا، خدت قبل ما نلعب القوه البدنيه. خدت اه خدتي اوريدي خدت. يعني بطله من قبل حتى ما تبتدي بس معاه. بس ده ستايل وده ستايل خالص يعني، ده حاجه وده حاجه، حتى لو لعبت في حاجه ده حاجه تانية ملهاش خالص يعني. علاقه. طب احنا معانا صور واحنا بنتكلم، خلينا نعرض صور عشان الناس تفهم اكتر، وبرده كابتن محمد يشرح لنا اكتر القوى البدنيه بتعتمد على ايه تحديدا، وليه بيتقال عليها انتي ايجينج يعني، وليه ملهاش سن. هقول لحضرتك حاجه، القوى البدنيه احنا بننافس في 3 رفعات ماكسيموم باور، قوه قصوى يعني. احنا عندنا في مصر اللعيبه بتاعتنا يعتبر اقوى ناس في مصر، بالعكس كمان اقوى ناس في العالم. المنتخب المصري من ضمن المنتخبات القويه جدا على مستوى العالم، بيحقق ارقام كبيره على المستوى العالمي. سوري يا كابتن، هنا خلينا نبص فعلا عشان نفهم اكتر. دي رفعه البنش بريس، ده اللاعب عمر المهتدي، ده ناشئ تحت 19 سنه. دي رفعه من ضمن الرفعات اللي احنا بنتنافس فيها، احنا بنتنافس في سكوات كرفساء، البنش بريس، رفعه البنش بريس، ورفعه الديد ليفت، ان انا بشيل اكبر وزن من الارض. 3 رفعات. وكابتن اماني بتتنافس في الثلاثه. اه مدام اماني، كابتن اماني دي 180 كيلو في بطوله كاس العالم السنه اللي فاتت في الغردقه، الحمد لله، وحازت على المركز الاول كبار. واو بجد، في الماستر وفي الاوبن. لا انا مبسوطه والله على المستوى الشخصي بجد، اولا انا بحب اي نجاح للمراه بيسعدني، وفي نفس الوقت نموذج مش موجود كتير يعني. احنا عارفين عطاراتكم الثقافه المصريه شويه، اللي هو الناس بعد مش ال50، ناس بعد ال40 خلاص بقى هتتجنن، هو في ايه؟ بس تحس ان انت من بعد ال40 عايز تطلع معاش، ما فيش الكلام ده طبعا. ده بيدي امل بقى يعني، اللي احنا شايفينه ده بيدي امل طبعا. ده اللاعب سامي ابو العز بطل العالم 3 مرات، وهنا برضه بطوله العالم كاس العالم في ده سامي في ايج ايه؟ ده تحت فوق ال 23 اوبن. اوكي اوبن داخل يشيل 332 ونص، رقم عالم 332 ونص. لا النص ده مهم كابتن محمد، ده رقم العالم. لا فده رئيس الاتحاد السابق، الاتحاد الدولي، كان في ضيافتنا السنه اللي فاتت. سياده اللواء محمد بركات كان عمل له استضافه وجه حكم البطوله بنفسه واشرف عليها، والحمد لله البطولة لاقت نجاح كبير جدا. جالنا 17 دولة، لأول مرة كانت بتنظف في مصر في الغردقة. كانت أول مرة تنظف. أول مرة. في واحدة إن شاء الله السنة الجاية في شرم إن شاء الله بإذن الله. ده يدل على نجاحنا الحمد لله، لأن كان في 17 دولة بعدد كبير من الدول، وأكبر الدول كانت جات لنا. وإن شاء الله السنة دي بإذن الله يعني في عدد كبير جاي بأمر الله برضك، والنجاح هيتكرر بإذن الله. رائع جدا، وانا اتمنى المره دي باذن الله السنه الجايه يكون في تغطيه اعلاميه اكبر وصحفيه. لازم حضرتك كتر خيرك يعني، حضرتك بتركز الضوء على لعبتنا. احنا كمان ممكن نودي الكاميرا ان شاء الله معاكم، ونيجي احنا شرم الشيخ. يا ريت، شرف. اهو شغل كله ده كابتن حامد خلاف. ده هي كام كيلو برضو؟ دي 360 كيلو. كابتن حامد خلاف بقى بطل مصر في وزن 140 كيلو، بطل العالم، دبابه مصر بنسميه. ما شاء الله. لا ما هو واضح. ما شاء الله. اوكي، لا بجد والله الواحد مبسوط وهو بيتفرج فعلا. بس الموضوع مش سهل برضو يعني، كابتن اماني ازاي بتقدري تشيلي ويت يعني، حتى لو بتتمرني وبطله رياضيه، الموضوع ده تحديدا الرياضه دي صعبه يعني، قوه عضليه صح؟ هي مش سهله طبعا، بس كله بالتدريب يعني. ايه اكبر وزن السيدات بيشيلوه بينافسوا فيه؟ بصوا حضرتك يعني، بالنسبه لمدام اماني الحمد لله حققت يعني، بالنسبه للماكسيمم باور في السكوات، رفعه الكرفساء، عملت 160 كيلو، ده رقم كبير بالنسبه للمرحله السنيه بتاعت. 160 كيلو. 160. والبنش بريس 85 كيلو، والديد ليفت هي مميزه جدا على مستوى العالم في رفعه الديد ليفت، بتعمل 185 كيلو ديد ليفت، ده رقم عالمي. طبعا ده يعني بالنسبه للسيدات. لكن عندنا في بنات هنا في مصر برضك لازم نلقي ضوء عليهم، لان الحمد لله اللعبه ابتدت تنتشر في ظل وجود الاتحاد المصري للقوه برئاسه اللي هو محمد بركات، والاهتمام بالجانب النسائي، وده انا شايفه نقله حضاريه كبيره بتحصل طبعا، ضروري يعني، واحنا كنا محتاجينها فعلا. وبالتالي الحمد لله يعني انا شايف في بنات كتير عندنا وسيدات بتلعب دلوقتي اللعبه يعني. عندنا بطله اسمها الاء رائعه من مركز شباب الحبانيه، بيقوم بتدريبها الكابتن خالد حسين، راجل عظيم، عامله 450 كيلو توتال دي. لا لا والله. وبطلة عالم، سافرت معانا السنه اللي فاتت. سنها كام؟ 18 سنه. 18 سنه. سافرت معانا السنه اللي فاتت بطوله العالم في اورلاندو في امريكا، واخدت احسن لعيبه على مستوى العالم في الناشئين. في ايه سويره من الاسماعيليه بطله كبيره. ده محافظات كمان يعني بتعملوا يعني شمال مصر لجنوبها. الحمد لله السعيد في بطولات يعني عندنا. يعني الفرصه موجوده للكل نقدر نقول. ده بالعكس محافظات بيبقى مش بس كتير. الناس اللي هي في القاهره وفي الانديه الكبيره في اقبال كبير. انا عايز اقول لحضرتك احنا عملنا التجارب حوالي 3 اسابيع فاتوا لانتقاء المنتخب المصري اللي هو هيشارك في بطوله كاس العالم ان شاء الله في شرم الشيخ باذن الله. انا عايز اقول لحضرتك 760 لاعب ولاعيبه على مستوى الاعمار السنيه كلهم جم شاركوا.
ده رقم كبير جدا، ده يدل ان اللعبه بتنتشر بشكل كبير. طبعا كان قبل كده الارقام اقل بكتير طبعا على مستوى السيدات تحديدا. بجد يعني الحمد لله بفضل الله، يعني بشكر في الاتحاد المصري ان هو يعني طبعا اللي هو محمود مهتم بالموضوع ده الصراحه، يعني ان احنا ننشر اللعبه بقدر الامكان، بننتقل بصفه دايمه بطولات يعني من محافظه لمحافظه، وده لنشر اللعبه. يعني كل بطوله الجمهوريه بنتنقل من محافظه من الشرقيه لاسكندريه للقاهره يعني كل محافظات مصر الحمد لله بنغطيها. وكابتن اماني حضرتك نادي الصيد اصلا الدقي تحديدا بيت هناك تكلميني انزل لك عشان انا العباره اللي قدامك. تعالي اتمرني معايا. طبعا على فكره بتكلم بجد والله والله ممكن اجي انا ومامتي يعني والله يا ريت نبقى قاعدين كده فاضيين بجد والله انا بتكلم بجد هتفرق معاها كمان يعني جداً يا ريت والله حتى على المستوى اللي هو اكيد احنا هنبقى ومين عارف مش يمكن ابقى بطله والله يا ريت يا ريت. لا والله بجد يسعدني جدا المره الجايه والله لو رحتي ان شاء الله نظبطها. انا بقى عايزه اعرف البيرسونال لايف شويه لان تاني هرجع اقول مش سهله، معلش خلينا نقول مينتاليتي في مصر از ديفرنت او مختلفه تماما عن الخارج. اكيد في اسره داعمه، اكيد في اولاد داعمين، اكيد في زوج داعم، اكيد في البيز كان في اهل اب وام داعمين، فخلينا نتكلم عن ده شويه لان الموضوع يعني شويه ديفرنت بصراحه ومختلف. بصي انا اسرتي بالنسبه لي مامتي وبابايا كان الرياضه دي حاجه اساسيه، فانا ما كنتش بلعب لعبه واحده، كنت بلعب لعبتين يعني اخش العب السباحه وبعدين تنس، عارفه ازاي يعني في طاقه بنطلعها فده اساسي خلاص. لما دخلت الباور ليفتنج بس يعني هي صدفه والله، بس الكابتن قال لي لا انت تعالي اتمرني معانا وانا شايفك ان انت مجتهده في الجيم وكده، فلعبت ولغايه ما يعني طبعا الاول بيبقى صعب شويه ولغايه دلوقتي مش سهل برضو، بس التمرين وانا عايز اعمل حاجه يعني فاهمه ازاي، انا مصممه ان انا اعمل حاجه ولو وصلت لاخر حاجه هحلم ان انا اعمل حاجات ثانيه. وهم فرحانين بحضرتك في جداً البيت جدا طبعا طبعا يعني اولادي انا طبعا الداعم الاساسي طبعا وجوزي وهم اصلا في المنتخب التايكوندو، فالولاد شايفين ان فاهمين بقى فاهمين اللعبه طبعا مش سهله لان هم اصلا بيلعبوا برضو حديد. واهلي كلهم مشجعيني وطبعا شايفين حاجه غريبه بس لا بس حاجه جميله، في حاجات غريبه بتبقى حلوه يعني الغرابه اللي فيها حلو وبيبقى مثل حلو وممكن الناس تقتدي بيه على فكره يعني بتشجعي ناس تانية يعني والله بتفرق جدا طبعا بتفرق في كل يعني. البطوله الجايه بقى شرم الشيخ استعداداتكم ايه وايه المنتظر وان شاء الله يعني عايزين برضو ان احنا نفوز، عايزين ان احنا واكيد انتوا في هدف داخلين نعرف اكتر. الحمد لله المره اللي فاتت مصر فازت بالمركز الاول في البطوله في الغردقه وان شاء الله تتكرر باذن الله تاني بامر الله. احنا دلوقتي ابتدينا عملنا زي ما قلت لحضرتك يعني على المستوى الداخلي عملنا التجارب وانتقلنا للمنتخب بتاعنا اللي هيشارك ان شاء الله في البطوله، اولاد على اعلى مستوى. تم دعوه كل الدول المشاركه في الاتحاد الدولي ان شاء الله للمشاركه معانا المره دي باذن الله كمان مره، ودعوه مديره التنفيذيه للاتحاد الدولي لان احنا دلوقتي كمان بنهدف بس ان احنا مش نجيب كاس العالم، هنجيب بطوله العالم ده الايفنت الاكبر ان شاء الله وداخلين في بيدنج ان شاء الله على البطوله. بس احنا عندنا الجاهزيه لان احنا نقول هنفوز بكاس العالم. السنه اللي فاتت كان طبعا الموضوع كان صعب لان ما كانش عندنا الادوات الابروفد من الاتحاد الدولي، لكن الحمد لله قدرنا يعني نستحضر الادوات ديت ونجيبها، طبعا هي ليها مواصفات معينه والحمد لله السنه اللي فاتت تم يعني البطوله نجحت على اعلى مستوى، وبالتالي كان في تقرير من رئيس الاتحاد الدولي السابق على البطوله والحمد لله اخذناها كمان مره، وده يدل ان احنا مصدر ثقه من الاتحاد الدولي طبعا. ده اللي خلانا ان احنا نشجع اكتر واللي هو محمود يقدم يعمل بيدنج على بطوله العالم اللي هو الايفنت الكبير ان شاء الله 2025 واللي هتبقى لاول مره ان شاء الله نتمنى يتم التصويت لمصر فيها ونستضيفها وننجح ان شاء الله فيها بامر الله، لان البطوله دي بتعمل سنه في امريكا سنه في اوروبا ما خرجتش بره القارتين دول. طب ايه اللي جد بقى يعني اللي جد نجحنا الحمد لله اللي فرض نفسه الناس شافوا نجاح الناس شافوا نجاح في الغردقه نجاح كبير ومبهر واقبال كبير من الدول ان هي تشارك معانا والناس كلها اتبسطت، كان كل يعني التعليقات بتاعتهم تعليقات كويسه ومبهورين بمصر مبهورين بالتنظيم الحمد لله بتاع البطوله، فطلبوا حتى كمان ان هي تعمل مثلا في شرم الشيخ، شرم الشيخ من اجمل المدن على مستوى العالم وده تنشيط كمان للسياحه الرياضيه عندنا. السياحه الرياضيه ده ملف مهم جدا يا ريت، ده احنا دلوقتي مؤخرا مصر تقريبا بتستضيف بمعدل كل اسبوع بطوله مختلفه، فيعني لو احنا كل ده حطيناه في ملف السياحه الرياضيه ده موضوع تاني ونقله تانيه. لا طبعا واحنا عايزين نشكر طبعا معالي الوزير
الدكتور اشرف صبحي للدعم الدائم لينا، وفي نفس الوقت كمان سياده اللواء المحافظ خالد فوده محافظ جنوب سيناء لدعمه ان شاء الله باذن الله لينا ورعايته للبطوله، وان شاء الله باذن الله البطوله على اكبر مستوى اعلى مستوى ان شاء الله. ويبقى ليه جوائز بقى وتحفيز برضو من الشق المادي، ولا الموضوع بيبقى ازاي يعني؟ وهل المعسكرات دي بتبقى على اللاعبين ولا بيبقى على الاتحاد؟ بص حضرتك، معظم اللاعبين يعني هم بيتمرنوا مع مدربينهم في اماكنهم اوكي، لما بيحصل يعني انتقال للمنتخب القومي، بس مش بطوله داخليه، لو بطوله عالم مثلا مسافرين، يعني احنا لسه راجعين من مانشستر، كنا في انجلترا الحمد لله، وفي ولادنا حققوا المراكز الاولى ده كان في شهر فبراير شهر نوفمبر اللي فات على طول. الاولاد لما بيرجعوا بيتعمل لهم حافز مادي الحمد لله، في لائحه في الوزاره بتكافئهم على الميداليات اللي هم جابوها، كل واحد حسب ميداليته بصفه دايمه، لكن البطوله الداخليه يعني تبقى يعني مش هنقدر نكافئ كل اللعيبه الموجودين، لان احنا بنشارك بعدد كبير عشان في بطولتنا في ارضنا بنشارك بثلاثه في كل ميزان، فبيبقى العدد كبير. طب كابتن اماني، بتشتغلي اصلا ولا بس متفرغه للرياضه؟ يعني عايز اعرف برضو، انا عايز اعرف اكتر. انا دلوقتي لا يعني لما ابتديت باور ليفتنج لا يعني كنت مبطله شغل، لان هي عايزه تفرغ شويه، لان هي عايزه برضو نوم صحه صحيح. يعني وبعدين عشان اقدر ابقى موفقه لكل حاجه في بيتي لازم برضو، لان ده انت بتشيلي حديد، فانت لازم غصب عنك يعني لازم يبقى في راحه، في اكل كويس، في صحه، لكن شغل وتروحي تلعبي صعبه. هيبقى تو ماتش. طبعا. لا بجد بالتوفيق للي جاي. وعايزه قبل ما نختم برضو اعرف يعني حلم حضرتك ايه؟ هل في حاجه معينه عايزه توصلي لها، ولا يور انجوينج الجورني زي ما بتقول، او يعني اللي هي الرحله بتاعتنا يعني؟ بصي، انا رحلتي كلها يعني لعبت مع السن الصغير وكسبت، وكسرت رقم العالم في السن الصغير والكبير، فاللي هو عندك ساتسفاكشن يعني مصنفه الاولى على العالم في سني. يعني انا بقى نفسي اخش بطولات تانية ما اتعملتش، يعني قصدي جامده طبعا. ده عايزه نخترع بطولات تانية. اتفضل. مفيش مشكله. يعني في يعني اتفضل بقى يا كابتن محمد. في بطولات بلبس معين، ببدل معين، وبحاجات كده عايزه اخش اعمل ارقام جامده يعني. يعني نقدر هنا كابتن اماني تقدر؟ لسه في فرصه كويسه ان شاء الله باذن الله. هي بتتمرن ومجتهده جدا، بالرغم ان هي بتتعرض لاحمال يعني احمال تدريبيه عاليه قوي، رياضتنا الموضوع فيها صعب مش سهل. احنا شفنا طبعا والريسك فيها عالي كمان، يعني المخاطره بيبقى عاليه شويه، او اصابات او حاجات طبعا. بالرغم من كده الحمد لله احنا ماشيين بطريقه يعني علميه، بحيث ان احنا افويد انجرز، يعني نبعد بقدر الامكان عن الاصابات في تمريننا، والحمد لله ماشيين زي الفل وتمام. ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. لا بجد انا مبسوطه بيكوا جدا وبحضرتك تحديدا بجد. مرسي. بالتوفيق، وكابتن محمد بالتوفيق، لان اللي حضرتك بتعمله برده واضح انك بتحبه جدا، وقصه الله. انك تحول شخص حتى اللي هو زي ما كنت بقول فاكر ان الموضوع خلاص الفرصه راحت في حاجه لبطل برده في رياضه تحديدا معينه، ده انجاز، ده انجاز كبير. فبالتوفيق ونظبط يوم مع بعض بجد وعد ان شاء الله. نورتوني بجد كابتن محمد وكابتن اماني، شكرا لكم جدا. مش مساعدة.